خلينا دلوقتي بقى نروح نتابع آخر أخبار النادي الأهلي وفرقه المختلفة، سواء الفريق الأول لكرة القدم أو الفرق الرياضية الأخرى. طبعا هتنضم لنا دلوقتي زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم من مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان يكون معاها كل الأمور والمستجدات. صباح الخير عليك يا هنا. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الاهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وفرقه الرياضيه المختلفه. لكن طبعا قبل ما نبدا اخبارنا النهارده بنتمنى الشفاء العاجل للوزير العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، يعني طبعا بعد تعرضه لوعكه صحيه. الحقيقه هو كان خبر محزن لينا جميعا امبارح، لكن طبعا بنتمنى له الشفاء العاجل، ان شاء الله بقى يقوم بالسلامه ويرجع مره ثانيه ينور النادي الأهلي. خلونا بقى نبدأ أخبارنا النهاردة، والبداية مع الفريق الأول لكرة القدم. النهاردة طبعا الفريق هيكون عنده مباراة أمام فريق سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات بطولة الدوري، يعني بنتمنى لفريقنا كل التوفيق، إن شاء الله بقى يستمر في سلسلة الانتصارات اللي بيحققها في بطولة الدوري. فريق استعد بشكل جيد للمباراة، كان اختتم تدريبات امبارح طبعا استعدادا للمباراة. بشكل عام كالعادة مستر مارسيل كولر كان حريص على عقد محاضرة مع اللاعبين عشان يحدثهم عن كل الامور المتعلقه بمباراه النهارده. بعدها خاض الفريق عدد من التدريبات الخططيه والفنيه استعدادا للمباراه، وبعدها طبعا دخلوا في معسكر مغلق عشان بقى يدخلوا في اجواء المباراه وكل الامور المتعلقه بيها. كمان خلوني اقول لكم على هامش مباراه النهارده، بيخوض دلوقتي اللاعبين اللي خارج قائمه النادي الاهلي مران صباحي، ده طبعا عشان يعني يرفعوا معدلهم البدني وما يتاثروش بعدم المشاركه في المباراه. بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الأهلي النهارده، وإن شاء الله بقى يقتنصوا 3 نقاط جداد. أما عن ناشئات كرة القدم مواليد 2004، فالحقيقة إن هم بيكتسحوا جميع الفرق اللي بيواجهوها في بطولة الدوري النسائي. فازوا على فريق مركز شباب الجزيرة بنتيجة 6-0، وزي ما قلت بيفوزوا في جميع المباريات الحقيقة بفرق سكور كبير جدا، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله بقى يستمروا بنفس الأداء. خلونا بقى دلوقتي نروح لرجال كرة اليد، وزي ما أنتوا قلتوا طبعا إمبارح عملوا مباراة كبيرة جدا، فازوا في المباراة افتتاحيه للسوبر جلوب او بطوله كاس العالم للانديه على فريق النور السعودي بنتيجه 38-20. شفنا تالق كبير جدا من رجال النادي الاهلي، يعني طبعا قدر يحصل حارس مرمى النادي الاهلي محمد ابراهيم على رجل المباراه، شفناه بيتالق بشكل كبير جدا خصوصا في الشوط الثاني. وكمان جناح النادي الاهلي عمر كاستيلو قدر يحصل على التوب سكورر للنادي الاهلي، احرز عدد من النقاط شفناه بيتالق بشكل كبير جدا. نروح بقى دلوقتي لسيدات كرة السلة، واللي على بعد خطوة واحدة من التأهل لنهائي بطولة الدوري المرتبط، ده طبعا بعد ما قدروا يفوزوا أمس على فريق سموحة بنتيجة 80-54، وأيضا فريق المرتبط فاز بنتيجة 76-74. يعني برغم من أكيد فريق سموحة خصم قوي جدا للنادي الأهلي في بطولة في لعبة كرة السلة، لكن سيدات كرة السلة قدروا يحققوا فوز عليهم. طبعا المباريات بتقام على صالة برج العرب. خلينا أقول لكم ان مباراه العوده ان شاء الله هتكون غدا، بنتمنى كل التوفيق لسيدات كره السله، حتى الان محققين موسم بلا هزيمه، ان شاء الله بقى يستمروا بنفس الاداء. اما عن رجال كره السله فالنهارده ان شاء الله هيكون عندهم مباراتهم في ثمن نهائي بطوله الدوري المرتبط، هتكون امام فريق مصر للتامين. وخليني اقول لكم انه فريق المرتبط كان عنده مباراه امس وقدر يحقق فوز فيها، الحقيقه ان هم كانوا مسيطرين على جميع مجريات المباراه، قدروا يفوزوا بفرق كبير جدا بنتيجه 135. ان شاء الله بقى كمان رجال كرة السلة النهاردة هيعملوا مباراة كبيرة وهيحققوا فوز فيها. نروح بقى للعبة كرة الطايرة، والبداية مع فتيات الذهب سيدات كرة الطايرة بالنادي الأهلي، واللي بيستعدوا بشكل قوي جدا عشان عندهم مباراتهم في بطولة الدوري يوم الجمعة القادم إن شاء الله، هتكون أمام فريق وادي دجلة. طبعا كانت ضربة البداية قوية ليهم في بطولة الدوري، قدروا يحققوا فوز أكيد بنتيجة 3-0 على فريق أصحاب الجياد. مباراة كانت مذاعة على قناة النادي الأهلي، قدروا يحسموا الشوط الأول لصالحهم بنتيجة 25-16، الشوط الثاني بنتيجة 25-19، والشوط الثالث والاخير بنتيجة 25-10 عشان يحققوا بقى اول فوزهم في بطولة الدوري. ان شاء الله كمان يوم الجمعة يعملوا مباراة كبيرة جدا. اما عن رجال الماسترز رجال كرة الطايرة فلسه مستمرين طبعا في اعدادهم للموسم الجديد، خلاص متبقي 10 ايام بالظبط عشان يبداوا بطولة الدوري. اول مباراة لرجال كرة الطايرة هتكون يوم 18/11، هتكون امام فريق المقاولون العرب الساعة 6 مساء على صالة النادي الاهلي.
الاهلي. وخلوني برضو اذكر حضراتكم بمجموعه النادي الاهلي. النادي الاهلي بيقع على راس المجموعه الثانيه بجانب من الترسانه، الشمس، باتروجيت، دلفي والمقاولون العرب. هيكون عندهم مباراتين كل اسبوع يوم السبت ويوم الثلاث. طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال الماسترز. دي اخبار النادي الاهلي. كمان زي ما عودناكم دايما خلونا نقول لكم كل الاجواء. درجة الحرارة دلوقتي 26. الأعضاء متواجدين في النادي، يمكن معظمهم من فئة كبار السن وموجودين حول المبنى الاجتماعي في حالة طبعا من الطاقة الإيجابية والنشاط داخل النادي الأهلي كالعادة الحقيقة. جميع بيمارس رياضة، يمكن المعظم رياضة المشي. كل الأعضاء بقى تقدروا تيجوا وتستمتعوا باليوم النهاردة. يعني يا مريم يا كريم، دي كانت أبرز أخبارنا في فقرة أخبار النادي الأهلي النهاردة. معاكم طبعا لو عندكم أي استفسارات، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا ليكي جدا طبعا زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم.